لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يدي بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وخد يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن قرى مصر المنتجه. احنا عندنا حوالي 100 قريه منتجه ومعروفه سواء في مصر او الشرق الاوسط او على مستوى الوطن العربي، بل عندنا قرى ذات شهره عالميه واحنا بنتفاخر بيها، موجوده في كل المواقع الرسميه وغير الرسميه، بنتفاخر بمنتجات هذه القرى. عددها كم قرية؟ بالكتير 100 قرية مصرية من إجمالي 4740 قرية، وبيتبعها 31,000 نجع وعزبة. كل هذه القرى مشهورة على مستوى العالم، بيجي لها خبراء من فرنسا وأمريكا وبلجيكا والصين عشان ياخدوا منتجاتها اللي للأسف بتكون خام، يعني الكتان بيطلع شعر، عمليات صناعية بسيطة جدا ولكن بترفع سعر الطن ل 250,000 جنيه، يعني الكيلو من الكتان ب 250 جنيه بيجينا بعد كده قميص ب 200 دولار و 250 دولار اللي بياخدوه مننا ب 250 جنيه. إذن احنا محتاجين نفكر شوية، عندنا كرة وعندنا فيها خبراء متخصصين في منتجات وأثبتوا جدارتهم عالميا، يبقى لازم نتحرك نحو تحرير هذه الكرة ونقعد فورا مع أصحاب هذه الصناعات عشان نتعرف على القوانين اللي بتقيد انطلاق هذه الكرة المنتجة، أيضا نتعرف على احتياجاتهم من المعدات اللي ممكن من خلالها يتم تطوير هذه الصناعات، يعني اللي محتاج معصرة، اللي محتاج مجفف، اللي محتاج معدات تقطير، فورا يتم توفير هذه المعدات. الأمر ليس صعبا على الإطلاق، فقط نريد تيسير الإجراءات أمام هذه القرى، يعني ما ينفعش اللي محتاجين معاطن للكتان أقول لهم ده تعدي على الأراضي الزراعية، ده حوض محتاجه عشان يحط الكتان في المية لمدة 6 أيام ولا 8 أيام، بعدها بيتم تكفيفه وتصنيعه، دي مرحلة هامة جدا من مراحل الصناعة، إزاي أحرمه منها وأقول له ده تعدي على الأراضي الزراعية؟ وفين في قرية شبرا ملس اللي هي أساس الكتان في مصر والعالم، بيزرعوه من أيام الفراعنة. كمان عندنا في بني سويف طنسة الملأ، معظم المصانع بتاعت الجورانيوم قربت تقفل بسبب إصرار محافظة بني سويف على تحويلهم لمناطق صناعية. طب أنا بزرع الجورانيوم وبحوله فورا للمصنع لتقطيره لاستخراج زيت الجورانيوم وتصديره للخارج، إذا نقلته في منطقة صناعية أكيد الزرع بيتضرر. إذا محتاجين فكر مختلف لتحويل هذا الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وأيضا مساعدة هذه المشروعات على النمو. احنا بنقول احنا بنطبق مشروع حياة كريمة، هؤلاء المنتجين في هذه الكرة يضمنون الحياة الكريمة لكل أسرهم والعاملين في مصانعهم والعاملين في أراضيهم، ولكن يجب أن ييسر لهم الإجراءات. خلاصة القول إحنا محتاجين سياسات مختلفة في التعامل مع هذه الكرة المنتجة حتى نضمن تحقيق أعلى عائد من الصناعات اللي بتحترفها مثل هذه الكرة، وأيضا مرة تانية
تحولها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي الهام جدا للدولة المصرية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم. احنا النهاردة قادرين ان احنا نوصل بالكواليتي اللي توصلني للأسواق دي وتخليني انافس بمنتهى القوة. كان عندنا مصانع كبيرة قادرة انها تنافس اكتر المصانع الموجودة بره، والناس بره اصلا اتعلمت مننا ازاي الحاجات دي بتتعمل. فقالتهم يخبستوا قال بس هو ده اللي انا عايز اعمله. راح اشترى المصنع اللي موجود في اسماعيلية، وبعد كده نقلوا الإسكندرية وابتدى ينتج الشوكولاتة اللي اسمها كورونا اللي احنا عارفينها كلنا من سنة 1919. هزود 14 ألف نبات في الفدان باتنين أردب، بكده بدل من الفدان هيجيب 24 أردب، لا هيجيب 26 أردب. بالراحة كده بقى فاهمينا ايه السمسم العجيب اللي حوالينا ده. أكيد حضراتكم فاكرين شوكولاتة كورونا وبسكويت بيمبو الشهير جداً. دلوقتي مع حضراتكم هنزور مصانع كورونا الأحدث في الشرق الأوسط. النهاردة بقى عندهم مصنع يفرح في مدينة السادس من أكتوبر، وبالفعل نجحوا في الربط ما بين الماضي والحاضر. خلي بال حضراتكم ده عمر مصنعهم النهاردة 105 سنة. خليكم معانا. الغزال الذهب اللي قدام حضراتكم ده عمره 105 سنة بالتمام والكمال، وهو أشهر غزال في مصر على الإطلاق، لأنه كان شعار أجمل شوكولاتة في مصر، شوكولاتة كورونا اللي كلنا اتربينا عليها. وأنشأ مصنعها الخواجة توم خريستو سنة 1919 في محافظة إسكندرية اللي كان عايش فيها وبيعشقها، وكان بيبدأ مراحل التصنيع من ثمرة الكاكاو لغاية لما بيحولها لعشرات المنتجات الغذائية اللذيذة، وأشهرها شوكولاتة كورونا وبسكويت بيمبو الذهبي وويفر كورونا. قصة نجاح حقيقية على أرض مصر بدأت من اسكندرية، وبعدها اتجهت لمحافظة الإسماعيلية، وأخيراً بتكتمل النهاردة في أحدث مصانع الشوكولاتة بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر. بيصدروا من المصنع ده 76 منتج لحوالي 20 دولة عربية وأفريقية، وبيستهدفوا غزو أسواق أوروبا وأمريكا. وبجد عندهم كم من المنتجات لو نفذوا مخطط إعادة تصنيعها هيبقوا أكبر شركة صناعات غذائية في العالم. طفرة حقيقية بتعيشها مصانع كورونا النهاردة، واللي استحوذ عليها آل سامي سعد، وهم عائلة استثمارية مرموقة وبتشتغل في التطوير الصناعي والسياحي والعقاري وكمان في قطاع السيارات. وبالمناسبة هم نجحوا في الفوز بخبرات كبيرة في قطاع الصناعات الغذائية في جميع إدارات الشركة، وتشاركوا جميعاً حلم إعادة منتج وطني إلى النور بقوة سواء محلياً أو عالمياً، في إطار مبادرة البنك الأهلي المصري ساند المنتج المحلي اللي أطلقها بقوة. تعالوا في البداية نزور متاحف كورونا، وعددهم 3 متاحف في قلب المصنع. الأول متحف خارجي بيعرض أشهر خطوط إنتاج مصنع كورونا على مدى 105 سنة، وبالمناسبة كل الخطوط اتصنعت في فرنسا مخصوص لمصنع كورونا، أو تحديداً الخواجة توم خريستو مؤسس مصانع كورونا. أما المتحف الثاني فهو بيوثق قصة الشوكولاتة وطريقة تصنيعها، واللي كتبها أشهر شيفات الشوكولاتة في العالم وكانوا عايشين في مصر وتحديداً في محافظة اسكندرية. أما المتحف الثالث واللي حضراتكم فيه دلوقتي فبيحكي قصة الخواجة توم خريستو وإنشاء مصنع كورونا ومراحل تطوره وأشهر منتجاته وعشاء شوكولاتة كورونا من الملوك والأمراء والنجوم، وأبرزهم على الإطلاق الملك فاروق شخصياً.
دلوقتي هناخد حضراتكم في جولة بالمتحف مع باهر كميل مدير التسويق بمصنع كورونا واللي اتخرج في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية سنة 2005 وخبراته بتمتد لحوالي 19 سنة في القطاع الغذائي. أستاذ باهر كميل، حضرتك مدير التسويق في كورونا. مظبوط. تاريخ عظيم جدا، احنا دلوقتي في متحف كورونا وشكله متحف بجد. ده حقيقي. اتعلمنا ان دايما افضل طرق التسويق ان احنا نتكلم عن الماضي بتاعنا اللي هو بيعبر عن حضرنا. مظبوط جدا. صح ولا لا؟ مظبوط جدا. طيب عايز اسمع، احنا بدانا سنه 1919 على ايد الخواجه تومي خريستو. تومي خريستو الراجل اليوناني اللي كان عايش في مصر وكان مصري، اتولد وعاش في مصر. بس كده، شكرا. احكي لي بقى الحكايه من هنا. اوكي. القصه ابتدت سنه 1919. ايه الحلاوه دي؟ ومن ايام الثوره. وتومي يعني الناس في الثوره هو بيعمل شوكولاته. هو بيعمل شوكولاته. هو صانع السعاده. وهو اكتر كان عنده فلسفه ان هو عايز ينشر السعاده عن طريق البيزنس اللي بيعمله. فقعد يفكر اعمل ايه. وطبعا مفيش احلى من الشوكولاته اللي تكون بتنشر السعاده، تغير مود البني ادم. صحيح. وقرر ان هو ده علميا صح على فكره، ده حقيقي. عشان الدوبامين. طبعا الدوبامين. ده اكيد. فهو قرر ان هو هيعمل ده، وكان في ساعتها صيدلي في مدينه الاسماعيليه كان عمل مصنع صغير وكان عايز يبيعه، ما نجحش معاه في مصنع الاسماعيليه. فتومي خريستو قال بس هو ده اللي انا عايز اعمله، راح اشترى المصنع اللي موجود في الاسماعيليه، وبعد كده نقله لاسكندريه وابتدى ينتج الشوكولاته اللي اسمها كورونا اللي احنا عارفينها كلنا من سنه 1919. الامير فاروق صورته اتحطت على غلاف شوكولاته كورونا؟ ده حقيقي. ليه بقى؟ ده حقيقي. احكي لك القصه برضو. احنا علشان نقدر نعمل المتحف ده رحنا لناس بتجمع الحاجات القديمه، وفي ناس متخصصه في المجلات القديمه. وجبنا اعلانات عن كورونا، وساعتها على فكره كان اسمها شركه رويال، ما كانش اسمها شركه كورونا. وجبنا الاعلانات بتاعه الشركه، ولقينا ان في باراجراف في واحده من الاعلانات دي بيقول ان الملك فاروق فؤاد ادى قرار ان صوره ولي العهد ساعتها اللي هو الملك فاروق تتحط على صوره غلاف من غلافات كورونا. وده طبعا كان يعني ده شرف كبير جدا ان ملك وصوره ولي العهد تتحط على شوكولاته. ده كده عدى الخواجه خالص. ده خالص ده يعني طبعا. وده طبعا. دليل كمان ان الشوكولاته كانت شوكولاته ملكيه، جوده عاليه جدا. طبعا جدا. ومن ساعتها على فكره الريسيبي او الخلطه اللي بتاعت الشوكولاته هي من زمان، هي دلوقتي اختلفت شويه طبعا طريقه التحضير، المكان حديث جدا اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. بس من زمان احنا بنستخدم احسن مكان موجود في العالم لصناعه الشوكولاته دلوقتي. فرنسا مكانك القديم المحطوط في الشارع. مظبوط. انا قاري عليه ان الكلام ده فرنسا. ده حقيقي. حصل تأميم لكورونا أو رويال. مظبوط. صح؟ مظبوط. إيه اللي حصل بعد كده؟ حصل تأميم سنة 1963. خواجة مشي من مصر ولا فضل قاعد؟ مشي من مصر. تمام. وحتى كان في أخوه معاه بيساعده في الإدارة برضو مشي من مصر. وفضلت الشركة شركة حكومية بتنتج، مش ما بتنتجش، بتنتج منتجات شوكولاتات وحاجات تانية كتير. بس ما كانش فيه تفكير إن الكواليتي تفضل عالية وتفضل أحسن شوكولاتة في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا ويمكن كمان في العالم. فممكن نقول فكر التطوير ما كانش جامد قوي في الوقت ده لغاية سنة 2000. سنة 2000 حصلت خصخصة. وقت الخصخصة اتخصخصت لمؤسسة سامي سعد، وبشتروها وابتدوا يطوروا من ساعتها. وجينا بالظبط في 2016 ابتدى الفكر الجديد إن هو لا، إحنا محتاجين نطور جامد جداً، لأن الكومبيتيشن او المنافسين بقوا على جوده عاليه جدا، منتشرين انتشار جامد جدا، بيدوا منتجات للمستهلك منافسه جدا جدا جدا. فالتطوير علشان نقدر ننافس كان لازم يبقى على نفس مستوى الحدث. فروحنا عملنا الصرح اللي احنا فيه هنا في اكتوبر، جبنا مكان برضو اللي هو رولز رويز، يعني بتاع المكان في العالم كله من اوروبا وشركات عالم. ومن مرقص هنا في مصر اللي هو رولز رويز في العالم برضو. طبعا ما هو مرقص كان واخد توكيلات ل 82 دوله. ده حقيقي. من مصر. من هنا ولادنا المهندسين اللي عنده بيعلموا العالم ازاي يشغلوا المكن. ده حقيقي. ده حقيقي. هو علامه يعني صراحه، هو علامه. يا اشكال بقى ده تطوير لوجو بتاع كلنا فاكرينها يعني. يا ولو ينفع اوريك حاجه هنا، انا بتهيألي كل واحد يمسك الشوكولاته بتاعتك ولا البيمبو اللي احنا عارفينه ابو غلاف ذهب لازم يقول لك ياه. طبعا مش عارف. طبعا.
احنا عندنا كم منتج النهارده؟ احنا عندنا بنتكلم حوالي 76 منتج مختلف. واو. يس. ما بين شوكولاتات وبسكوتات وويفر جيلي كاكاو كاندي يعني. واضح حتى هو اصلا سايب ارث كبير جدا. جدا. يعني كل المنتجات دي اقل منتج فيهم عمره مثلا 40 50 سنه. ده اكيد. فاهم ازاي؟ لا ده في حاجات كمان مش عارفين نعملها دلوقتي. كان عندك عصاير كمان وشربات؟ لسه ما دخلناش فيها، في عصاير وشربات ولبان، كان لبان بطعم الشوكولاته، في نعناع، في جيلي، كان في حاجات كتيره جدا هنعملها في الوقت الجاي باذنك يا رب. دي لو دخلت بيها سيال جال فود تكسر الدنيا. الحاجات دي طبعا. 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 الحاجات دي مطلوبه دي جدا بره، توفي والحاجات دي بتكسر الدنيا. انا عايز اوريك ان احنا كنا اول ناس كمان عملنا الكوينات، الشوكولاته الكوين اللي بتبقى على شكل كوين. دي موجوده النهارده على فكره وبتجينا من بره مستورده. موجوده النهارده. اللي هي في شبكه دي. اللي هي في شبكه. مظبوط. مظبوط. اللي احنا فيه ده. ده هنا بنوري بعض الادوات اللي كانت بتستخدم في تصنيع الشوكولاته ايام زمان في مصنع اسكندريه، يعني الادوات اللي قدام حضرتك دي لسه محافظين عليه. طبعا المكان لسه موجود لغايه دلوقتي، وحتى المكان اللي ما بقاش يستخدم مكملين بيه المتحف، المكان الكبير موجود هنا بره. بس طورناه اسكندريه صح؟ ولا مكان بس؟ لا مكان بس، مكان بس، احنا طورنا هنا. ليه هنا؟ علشان هنا ده السنتر القاهره. يعني هناك اصل من اصول الشركه. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. مين الامين النهارده على هذا الارث العظيم جدا؟ سامي سعد جروب طبعا. led by مستر باسل سامي سعد. هو اللي ماسك القصة، هو التشيرمان بتاع الشركة دلوقتي، وأستاذ شادي فريد هو رئيس مجلس الإدارة بتاع الشركة. فاكرنا إيه في التطوير، في التصدير، في الشغل، في السوق المحلي؟ إحنا الفكر في التطوير هنا رهيب. ليه؟ إحنا بنين المصنع، عاملين مصنع يشرف ثلاث أدوار. حضرتك شفت المساحة قد إيه؟ مساحة إجمالية حوالي 22,000 متر مربع. كم واحد في المصنع ده؟ بنتكلم في 1375، بس مش المصنع بس، انا بتكلم مصنع، اداره بيع، اداره تسويق. 1375 تقريبا. واو. ده كمان صناعه كثيفه العماله كمان. طبعا طبعا. ايه ده مكتب خريستو؟ ده مكتب خريستو. ده المكتب بتاعه، وزي ما انتم شايفين عليه النقوشات كلها هاند ميد. فاحنا جبناه مكتب صانع السعادة. البنك الأهلي المصري ساند خطة تطوير شركة كورونا في إطار مبادرة البنك الأهلي المصري ساند المنتج المحلي اللي أطلقها بقوة، ونجح في توفير أفضل خطوط إنتاج للمصنع اللي مساحته تتجاوز 23,000 متر. هو شاركهم حلمهم في إعادة منتج وطني. تعالوا نقابل المهندس شادي فريد الرئيس التنفيذي لشركة كورونا عشان يشرح خطة التطوير والحفاظ على جودة وطعم منتجات كورونا المميزة ومكوناتها العالية الجودة. المهندس شادي فريد الرئيس التنفيذي لمجموعة كورونا. النهاردة عندنا 76 منتج، ولكن البورتفوليو بتاعنا بيقول ان احنا عندنا رصيد في اكتر من 400 منتج. صح ولا لا؟ اي طيب انت النهارده حضرتك مهمتك صعبه جدا، خليني واضح معاك. مهمتك تاخد شركه المفروض انها عمرها 105 سنه وتدخل بيها كل اسواق العالم. وصلنا لكام سوق النهارده؟ احنا النهارده واصلين لحوالي 20 سوق، اغلبيتهم دول عربيه، وشغالين زي ما بيقولوا على قدم وساق عشان نقدر نخش كمان الاسواق اللي احنا كنا قبل كده نخاف نخشها، اسواق اوروبا، اسواق امريكا، لانه احنا النهارده قادرين ان احنا نوصل بالكواليتي اللي توصلني للاسواق دي وتخليني انافس بمنتهى القوه. انت حضرتك قلت لي جمله، انا كورونا بنخطط انها تبقى شركه مصريه ولكن عالميه. حقيقي. ده يتحقق ازاي؟ ادينا الدرس بقى، فهمنا هتعمل ده ازاي. اول حاجه ان احنا نصدق احنا شركه عندنا نو هاو، والنو هاو قوي جدا في الشوكولاته، واحنا بنكبر النو هاو ده علشان نقدر ناخد اللي اتعلمناه في خلال طول السنين الاكثر من 105 سنه علشان اقدر ابني عليه واكمل بيه اني اعمل حاجه تبقى ان شاء الله فخر لينا كلنا. بعد ما صدق ان انا اقدر اروح للعالميه، اقدر كمان افهم المستهلك الصغير. يمكن الحاجه اللي احنا كنا دايما بنفكر فيها احنا كتيم مع بعض، ازاي ما بقاش ببني بس النجاحي او ببني مستقبلي على انه انا ليا ذكريات حلوه عند جيل قديم. ما ينفعش، ما اقدرش ابني على ده. انا لازم ولادي هم
داخلين يختاروا حاجة حلوة ياكلوها لازم يختاروني. خلي بال حضراتكم، المهندس شادي فريد الرئيس التنفيذي لشركة كورونا تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحصل على الماجستير في الماركتينج وأنظمة المعلومات وعمل في شركة كوكاكولا لمدة 18 سنة وفي شركة إيديتا لمدة سنتين، وكانت مهمته محددة تحويلها لشركة عالمية، واتنقل لشركة كورونا من حوالي 3 سنين بهدف تحويلها من شركة مصرية محلية لشركة عالمية، وبجد هم في الطريق، ركزوا معاه. على مدى 3 سنين أكيد نفذت خطة كبيرة جدا عشان نوصل النهاردة ل20 سوق بالخارج، وكمان بنستهدف أسواق أوروبا وإحنا قلبنا جامد، صح ولا لا؟ طبعا طبعا. تفاصيل هذه الخطة. المنتج بتاعي يمكن في الثلاث سنين اللي فاتوا إحنا كان عندنا رؤية أن أنا أخده من منتج عادي أو منتج الناس بتبصله أنه هو منتج يعني يمكن جودة مش أحسن جودة، الشكل مش أفضل شكل، إحنا ناخد المنتج ده ونوصله أنه هو يكون منتج شكلا وموضوعا على أعلى مستوى من الجودة. ده خلانا نرجع تاني نعيد كل الريسيبي بتاعت الصناعة بتاعت المنتج، نغير في الديزاين بتاعه، نشوف المستهلك عايز الشوكولاتة شكلها عاملة ازاي، عايزها ايه النوع الفليفرز اللي هو النهاردة بيدور عليها، ايه الحاجات اللي هو المستهلك بيهتم بيها، دايما نراهن على المستهلك. فابتدينا بالمنتج، عملنا كل التغييرات اللي مطلوبة وشوفنا ايه الحاجات اللي احنا نقدر نحسنها ونظبطها علشان ابقى منافس. ابتدينا نخش في التوزيع بتاع الشركة ونشوف ازاي نقدر نوزع وازاي نقدر نوصل للمستهلك. ما انا وننتشر على مستوى الجمهورية، انا عملت منتج حلو جدا بس المنتج عندي في المصنع انا هعمل بيه ايه؟ شكرا. ما هو المنتج بيدور عليا مش المستهلك بيدور عليا مش لاقيني. فقدرت اغير في كل اللي ده احنا بنسميه روت تو ماركت او اسلوب وصول المنتج بتاعي للتاجر عشان لما المستهلك يدور عليا يلاقيني. اشتغلنا على التيم اللي بيشتغل، سواء التيم اللي بينتج، التيم اللي بيبيع. التيمز دي ما نقدرش ان احنا نتجاهلها ونعتبر ان هم الناس دي انتج فينتج ابيع فبيع، لا، الناس دي لازم تبقى مصدقه في المنتج بتاعك، مصدقه في مستقبل الشركه، شايفه ان انت بتحسن، شايفه ان انت بتكبر، لان هو بيشوف مستقبله. هو عمر ما في واحد هيربط نفسه بشركه بتقع. صحيح. حطينا انفستمنت بحوالي 1.5 مليار، وده طبعا كان في انفستمنت جاي من المجموعه وانفستمنت مع شركائنا البنك الاهلي علشان نقدر ندي الـ بيسموها الباك بون، يعني اقدر احط الانفراستراكشر او اقدر احط خطوط الانتاج اللي تخليني انتج اللي انا بحلم بيه وانتجه كمان بكواليتي ما تتهزش. البنك الاهلي دخل معاك من اول لحظه؟ البنك الاهلي دخل معانا من اول لحظه، الانشاءات من اول لحظه، وداخل ببليف مصدق انه عندنا براند قوي يستاهل ان احنا نبني فيه. دخلنا من اول الانشاءات لشراء الخطوط، ودخلنا بكذا سيت اب وبكذا موديل بحيث انه يبقى في ظهرك علشان نقدر فعلا نسابورت هذا. اقول ايه، انا بسميه مش مجرد شركه مكبره، انا بسميه موديل. موديل ده انا شخصيا حلمي انه يبقى مثال لناس عايزه تغير وعايزه تعمل تيرن اراوند وتحول شركه من شركه بتخسر، والشركات المصريه الموجوده يعني بنفس المنظر ده كتير وخساره، نقدر ناخدها ويبقى موديل عشان نقدر ننجح. لا يا جماعه، احنا نقدر ننجح. ايه دراسه الجدوى اللي قدمتوها للبنك الاهلي اللي قالت ان كورونا ليست مجرد وعود ولكن هي على الارض موجوده وهتنجح؟ احنا قدمنا دراسه حقيقيه، ما قدمناش احلام. دراسه حقيقيه معنى ايه؟ دراسه فيها ارقام، فيها برودكشن كاباسيتي، فيها ناس شايفه عدد العملاء اللي موجودين في مصر والريتش بتاعنا، وهنقدر نوصل لكام عميل وهنقدر نوصل له ازاي، والمنتجات اللي احنا نوصل بيها هيبقى شكلها عامل ازاي، وهنلبي ازاي الاحتياجات بتاعت المستهلك، وازاي هقدر اخش في حتة مش ناس كتيرة بتلعب معايا فيها. لو انا هخش في حتة معينة في الشوكولاتة هقدر اخش ازاي، ايه اللي هيميزني؟ اخبارنا ايه مع المساندة التصديرية واحنا مصدر ل20 دولة؟ احنا بنمشي في كل الخطوات اللي ليها علاقة بالتقديم الاوراق والكلام ده بتاع الدعم التصديري، وانا شايف ان موضوع الدعم التصديري ده هو من اهم الركائز اللي الدوله مهمه قوي تبقى تفضل تركز عليها، لانه شفنا بلاد تانية زي تركيا دعم الصادرات ده من اكتر الحاجات اللي مساعداهم وبتخليهم يبيعوا. اتفضل فلوسك ايه؟ نو تايم. هي الموضوع بيخلص بسرعه جدا، وده بيخليه هو كمان يقدر يبيع بسعر منافس، فهو
وانس ان هو قدر يدي جوده محترمه، قدر يدي سعر منافس، لقى دعم تصديري بيديله المارجن المناسب انه يسكيل الشغل بتاعه وانه يكبره، طبعا الموضوع بيبقى في منتهى السهوله. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس اندرو غبور، مدير المشروعات والاستثمارات الجديده في شركه كورونا، وهيكلمنا عن عمليات انشاء مصنع كورونا الجديد في زمن قياسي بمدينة السادس من أكتوبر بدعم ومساندة البنك الأهلي المصري. المهندس أندرو غبور، حضرتك مدير إدارة المشروعات والاستثمارات الجديدة، أنت اللي بتبني المصانع وبنيت في حياتك حوالي 5 مصانع من أكبر مصانعنا في قطاع الصناعات الغذائية. الحمد لله. واللي يبني مصانع يبقى ربنا يحميه. يعني بنبني مصنع صناعات غذائية بالضخامة دي والإنتاجية دي؟ احنا السوق المصري بتاعنا يستحق ان احنا نوطن الصناعات اللي كنا بنستوردها من بره، اللي كنا متميزين فيها ايام زمان في الخمسينات والستينات، وكان عندنا مصانع كبيره قادره انها تنافس اكتر المصانع الموجوده بره، والناس بره اصلا اتعلمت مننا ازاي الحاجات دي بتتعمل. كان في تحدي كبير هنا، حلم انشاء مصنع بالضخامه دي يحمل اسم كورونا اللي هو اسم تاريخي من سنه 1919، وفي بنك كبير جدا هو البنك الاهلي المصري امن بالفكره ودخل في تمويلها، وبالتالي انشانا هذا الصرح العظيم جدا. عايز اعرف الحلم بدا ازاي وخططنا له ازاي وبدا في اكتوبر، اشمعنا اكتوبر اللي اخترناه لهذا المصنع؟ احنا كان عندنا تحدي كبير قوي، الشركه كانت موجوده مصانعها القديمه في محافظه اسكندريه ما كانتش بتقدر تخدم الجمهوريه كلها، ما كانتش متوصله على شبكه الطرق اللي عملتها الحكومه في اخر 10 سنين او 11 سنه، اللي بتخلي الصناعات تقدر توصل للمواني اللي موجوده ان احنا نصدر المنتجات بتاعتنا بره. اخترنا مكان في محافظه اكتوبر في المنطقه الصناعيه، مدينه السادس من اكتوبر، مدينه 6 اكتوبر، يكون عنده اكسس دايركت او السماحيه المباشره ان هو يبقى موجود على طريق الضبعه، عشان نروح على المينا بتاعه الضبعه الجديده، نقدر نروح على طريق الواحات في نخدم الصعيد، نقدر نطلع من طريق الواحات ومن طريق الضبعه للطريق الدائري، نقدر منهم نخدم بقى محافظات الجمهوريه كلها، وفي نفس الوقت نقدر نصدر منتجاتنا للشرق عن طريق المواني الكتيره اللي اتعملت على البحر الاحمر، وفي نفس الوقت نقدر نصدر بري على الغرب بتاع افريقيا، اذا كان للمغرب او اذا كان لتونس او اذا كان للدول الشقيقه. معنى كلامك ده ان اول حاجه وانا بنشئ مصنع اللوكيشن. طبعا اهم حاجه اللوكيشن. بعد اختيار الموقع، المكان، التجهيزات، كنت بتراعي ايه؟ اتفرجنا على التكنولوجيز اللي موجوده او التطور بتاع كل المواد البناء او انشاء المصانع عامه، بقى ايه التطورات اللي موجوده فيه، فاوجدنا طريقه زي الليجو اللي بيلعب بيه الاطفال اللي بنعلمه لاولادنا. الليجو عباره عن حاجات كلها مكعبات بتتركب مع بعض، فقدرنا نجمع المصنع ده كل ايتم يتصنع في مصنعه حوالينا مش بعيد، نيجي في وقت قليل هنا نجمعهم على بعض ونعمل المصنع اللي حضراتكم شايفينه ده، نقدر ندخل فيه المكن ونركبه بسرعه جدا. فقدرنا الحمد لله، ركبت الخط الاولاني انتج بعد شهر ونص، فقدرنا في خلال 14 شهر ننزل اول منتج من يوم ما ابتدينا اول حفره لحد اول منتج طلع، الحمد لله في 14 شهر. احنا بنصنع من كورونا 76 منتج، صح كده؟ بالظبط. كم في الميه من هذه المنتجات بيتم انتاجه هنا في الصالات دي؟ احنا بنصنع هنا جوه الصالات تقريبا ممكن نوصل ل 97% من منتجاتنا كلها بتتصنع هنا. كل يعني في خطوط ممكن تعمل كذا منتج؟ طبعا كل خط من الخطوط دي واحنا بنشتريه كان الهدف ان يبقى عندي عليه حريه تغيير بين كذا منتج، اقدر البي للسوق احتياجاته. انتوا جايبين احدث مكن طبعاً في العالم، صح ولا لا؟ احنا عايزين جوده عالميه، عايزين سويسرا، شوكولاته سويسرا تصنع هنا في مصر. طبعا لقيت العامل المدرب المؤهل اللي فاهم المكنه ويعرف يتعامل معاها ويطلع الجوده اللي حضرتك محتاجها؟ طبعا. احنا اول ما بنركب خط الانتاج بندخل العماله بتاعتنا كلها بالمشغلين في مرحله تدريب لمده اسبوع 10 ايام، بيتعلم فيهم خط الانتاج بتفاصيله، تفاصيل المنتج بيتعمل ازاي، ايه المراحل بعد كده المطلوبه منه في التطوير وهو شغال، وبيقدر بعد كده هو يبقى الصوت بتاعنا، بما انه هو الايد العامله يبقى الصوت بتاعنا ازاي نسمعه وهو عنده فكره، بيدينا احيانا كتير افكار كتير للتطوير بتاعنا على المنتجات اللي موجوده على خطوط الانتاج. يا رئيس قطاع الاستثمارات الجديده، خلينا من المشروعات دلوقتي، عايزين نزود وعايزين نعمل الدور الثاني وعايزين نجيب الخط ابو مليون دولار ده او الخلاط ابو مليون دولار ده نجيب منه 2 كمان، هتعمل الكلام ده امتى؟
احنا الحمد لله قدرنا في وقت قليل قوي نجيب زي ما بنقول كده نملة الطاقات الانتاجية بتاعت الدور الاول. احنا المصنع هنا مبني في دورين تانيين اكستنشن فوقينا. خلال الست شهور الجايين عندنا استثمار لجزء كبير في الدور اللي جاي، بان شاء الله منتجات جديدة هتنزل السوق. وخلال السنة الجاية هنكون الحمد لله قدرنا منتجات بجنون بالظبط كلها بالزبط. من تاريخنا بالظبط هنقدر ان شاء الله خلال السنة الجاية واللي بعدها نكون ملينا دور كمان زي ده، نقدر نلبي بيه احتياجات السوق المصري من المنتجات اللي هو عايزها. خلي بال حضراتكم، مصنع كورونا بيصنع للغير كمان، ودي حقيقة. يعني لو عندك فكرة منتج من الشوكولاتة أو البسكويت يقدروا يساعدوك من أول المكونات لغاية التعبئة والتغليف وانتهاء بالتسويق محليا ودوليا، لأنهم بيصنعوا بحب وبخبرة 105 سنة. تشاهدون بعد قليل. أزود 14,000 نبات في الفدان باتنين أرتب بكده، بدل من الفدان هيجيب 24 أرتب، لا هيجيب 26 أرتب. بالراحة كده بقى فاهمينا إيه السمسم العجيب اللي حوالينا ده. دلوقتي هقدم لحضراتكم الدكتورة سحر غزال، الباحثة في مركز البحوث الزراعية. هي سيدة عظيمة جدا، مكانها في محافظة أسيوط، ولكن تتوجه إلى المزارعين في شتى أنحاء الجمهورية. هنشوف معاها تجربة ما فيش أروع من كده في زراعة السمسم. بتجيب من الإيراد أردب من السمسم، يعني الفدان الواحد 24 أردب. خلي بال حضراتكم، أردب السمسم الواحد ثمنه 30,000 جنيه. خليكم معانا. دي أغرب تجربة شفناها في زراعة السمسم، أولاً لأن فيها معاملات زراعية جديدة، وثانياً لأن شكل الزرع فعلاً مختلف، وعدد الكبسولات اللي شايلة السمسم مبهر، وثالثاً لأن مؤشرات الإنتاج بتقول إن الإيراد هيحقق أردب سمسم، ورابعاً إنهم كافحوا الآفات الفطرية والحشرية بتركيبة من الشطة الحمراء والثوم وزيت الكتان وزيت الصويا كمادة حاملة، أو لأنه أرخص زيت في مصر. وبجد النتائج مذهلة، مفيش أثر لآفة واحدة. التجربة اتنفذت حرفياً في قرية بهواش مركز منوف بالمنوفية، ومساحتها 10 قراريط، وهي كل ما يملكه من الحياة أحمد وكريم الحفناوي، وهم من صغار المزارعين. وأشرفت عليها الدكتورة سحر غزال الباحثة بمركز البحوث الزراعية. كانت بتسافر من أسيوط للمنوفية عشان تتابع تجربة السمسم. بجد باحثة من ذهب، ويا ريت كل الباحثين يقتدوا بيها. محصلة التجربة الزراعة الحيوية هي الأمل لخفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى إنتاج. تعالوا نفهم تفاصيل التجربة الزراعية بالكامل من الدكتورة سحر غزال الباحثة بمركز البحوث الزراعية. ركزوا معاها، هتستفادوا بجد. لازم أسجل أولاً تقدير لحضرتك. أنت حضرتك في أسيوط وجاية المنوفية عشان تتابعي مزارعين، وبتتحركي وتيلي للمجر وبروح لأسوان عشان أقدم علمي للمزارع المصري اللي زيك يتعمل له تماثيل. ربنا يبارك فيك. بالراحة كده بقى فاهمينا إيه السمسم العجيب اللي حوالينا ده. السمسم ده أنا قلت في بداية الزراعة السنة دي تبنيت محصول السمسم إن إحنا نخطط بمعدل 12 خط في الأصابتين، عرض المصطبة 60 سنتي تمام، وأزرع شكتين، ريشة شكة يمين وشكة شمال، أو أخطط عرض المصطبة 10 خطوط في الأصابتين، عرض المصطبة 70 سنتي، وأزرع يعني برضو شكتين بصراحة، إنما ثلاثة لأ.
اتفاجئت بالاستاذ يعني احمد. يعني حضرتك في اسيوط واتكلمتي على مثلا ايه وسائل التواصل الاجتماعي بتشرحي للمزارعين على على صفحتي الرئيسيه. دخل لي احمد الخاص وقال لي ده انا اللي عامل المصطبه لان هو كان زرعها كمون اصلا فزرع عليها ثلاث خطوط. فقلت له انت المصطبه اللي هي دي يا جماعه هي المصطبه 90 سنتي حلو كده. انت جيت المصطبه دي لما عدينا الخطوط اهي قدامنا اهي ده خط بالطول وده خط التاني على الشمال وده اللي في النص تمام. اللي في النص ده لما عدينا الكبسولات بتاعته لقيناه في حاجات 45 كبسولة وفي حاجات 80 كبسولة. أما اللي بره ما شاء الله زي ما عدنا مع حضرتك والناس شافوها 90 كبسولة و105 كبسولة ده على الساق رئيسي فقط لا غير. لما ضربنا عدد النباتات في المصطبة كده السبعة متر أصابتين سبعة متر عليهم ست خطوط ست مصاطب تمام. طلعوا كام؟ عدد 50400 نبات. الحاجة الجديدة بقى اللي أنا هعملها بفضل الله هعمل هاخد 15 سنتي من المصطبة دي من كل مصطبة يبقى 15 في 7 بكام؟ بالتسعين. وهزود مصطبة جديدة بفضل الله هزود 14000 نبات في الفدان باتنين أردب. بكده بدل من الفدان هيجيب 24 أردب لا هيجيب 26 أردب. يعني الفدان من 4 أردب يوصل 24 أردب. أردب هسمع من أحمد دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل لأنه الراجل المزارع اللي عمل ده ولكن المعاملات الزراعية إزاي فهمينا وحكاية خلطة الشطة اللي حضرتك عملتيها وقلب الدنيا دي. أنا أصلاً بريدر مربي نباتات ورسالة الدكتورة بتاعتي كانت على الفلفل. حاولت أستخدم الشطة أرشها على النباتات قريت أبحاث كتير عنها. أنا دايماً متعودة ما كنت منزل مركز البحوث في الدقي أحضر الاجتماع بأكل كشري في الدقي بصراحة يعني أطعم. المهم سألت صاحب المطعم ان انا عايزه اعرف الدقه دي بتعملوها ازاي. قال لي دكتوره انت هتنفسيني طلع ده انا عايزه عشان بحث علمي. نده الشيش تفاحه عملت نظريه الجاذبيه او محل الكشري خلاك اكتشفتي مركب حيوي جد خطير جدا. دخلت مع الشيف المطبخ ووراني ازاي اعملها. بيجيب كيلو شطه السوداني بتاعتنا بيفصصها وبيطحنها مع لتر زيت وما شاء الله قلبها على النار. بقيت اشتغل بيها لغايه 2018 اتصبت بكورونا فقلت لا انا مخبيه الموضوع ده على الناس لازم اقوله مش عايزه اقول لك على التريقه والشتيمه وما اعرفش ايه ودي هبل مش هبل. لغايه السنه اللي فاتت استخدموها الناس كانت بتنادي المهندسين الزراعيين عندهم الترندات الكبيره وموبيدات حشريه كبيره ما قضتش على دوت الحشد استخدموا الشطه بسم الله ما شاء الله قطع عليها تماما. انقصت 2 مليون فدان في مصر بسبب خلطه الشطه. خلطه الشطه طب ايه بقى بتعملي ايه؟ بنجيب كيلو شطه بفصصه الشطه السوداني ما يجي حدش يجيب شطه مطحونه دي بابريكا اللي هي سويت اللي هي الشطه الحلوه دي مالناش دعوه بيها مع لتر الزيت على الطاسه في النار. اي زيت يا رب زيت تموين مش هتفرق معانا. بعد ما اسويها على النار بركنها على جنب بجيب الثوم كيلو ثوم بفصصه وبسلقه في من لترين ميه او 3 لتر ميه وبعد كده لما بيبرد بضربه في الخلاط واسيبه يختمر 3 ايام. الهدف من الثوم ايه؟ انه بيجيب البياض الزغبي ده العوائق الفطريه البيض الزغبي بيض دقيقي صناعه النفحات الطبقات الاصداء التبقع البكتيري. وايه تاني؟ وربع لتر زيت كتان اللي هو زيت الحار. ربع زيت بذره كتان ده بنجيبه زيت. ده فايدته ايه بقى الكتان ده؟ بيجيب برضو ماده وسم العوائق الحشريه الذبابه والمن والتربس صناعه الفاق والحشره القشريه والدوده وبيجيب بيخنق البيض بتاع الدوده وغير كده بيشتغل بيض دقيقي. طب المعامله السماديه بعيدا عن التركيبه ازاي؟ المعامله السماديه اول حاجه انا ما بحبش السماد ما بستخدموش كيماوي نهائيا لان يعني اللي حوالينا ده كله حيوي حيوي بفضل الله لان لو صدرنا بره اللي بيبان الكيماوي لانه مبيد سام بيخلي الورقه زي ورقه السيجاره اي حشره تقمصها تثقبها فمش بحبه. خلي بال حضراتكم الدكتوره سحر غزال تخرجت في كليه الزراعه بجامعه اسيوط سنه 1990 وحصلت على الماجستير في العوامل المؤثرة في إنتاجية الخيار تحت ظروف مصر العليا والدكتوراه سنة 2003 في تربية الفلفل وتعينت في مركز البحوث الزراعية عام 2001 وهي مقيمة في محافظة أسيوط وبتطبق تجاربها الزراعية مع صغار المزارعين على مستوى الجمهورية كحقول إرشادية للمزارعين. دلوقتي هنتكلم عن محصول الزعفران الأمريكي وقيمته الاقتصادية. أنا عايز أكسب من الأرض دي. أنا هم اتنين شباب زي الورد أحمد وكريم وعندهم 10 قيرات يعني اتنين شباب وحياتهم كلها قايمة على 10 قيرات يكسبوا منها إزاي؟ هيزرعوا 3 محاصيل في 3 أرويات
ثلاث مخاصين. قولنا بالظبط يعملوا ايه؟ محصول السمسم لو زرعناه في شهر 3 وجه قبل يزرع في 3 وجه بحر يزرع في 4. اشيله بعد قد ايه؟ بعد 85 يوم. 85 يوم انت قللت عمر الحصاد؟ ايوه. من 140 يوم انا قللته ليه؟ خلاص هو خد كل احتياجاته الغذائيه، وكمان طالما في 80% نضج من الكبسولات خلاص يتشال. حتى لو في زهور زي كده؟ حتى لو في زهور ما تهمنيش، زي ما بيقول البحث العلمي كده، لو سبته هيفتح والزيت اللي فيه هيقل وهتفقد 75% من وزنه، يبقى انت كده بتخسر. عندك كبسولات كتيره فجاه تلاقي عندك مثلا اردبين 3 4 وانت مش عارف ايه السبب. طب بعد السمسم يعمل ايه؟ هنسيب الارض تهوى وهحرتها طبعا، لان هي مزروعه كانت كمون. هزرع في شهر 9 ان شاء الرحمن الفاصوليا بنفس الشكل ده والمساطب دي؟ لا هخليها 70 سم زي ما اتفقنا. 70 سم وازرع 3 شكات. طبعا هزرع في النص، ممكن احمل عليها انتر كروبنج، احمل عليها توم، ان التوم هيبقى المحصول العالمي لمصر كلها، بس اللي ملوش في التوم ما يزرعش. التوم بقى بفلوس النهارده، طن ب 50,000. الفدان بيصفي 25 طن، يعني عندي ايراد توم بيجيب لي طن توم. عايز اعرف حاجه، القنبله اللي هي الشطه والزيت وزيت الكتان او زيت الثوم، استخدمها في اي حاجه؟ كل المحاصيل، محاصيل الحقليه، محاصيل الفاكهه، الاشجار، محاصيل الخضر، محاصيل الزينه، كل حاجه ما شاء الله. الزعفران الامريكي احنا بنزرعه هنا في مصر عشان نحطه في الليمون عشان يعصفر، عشان كده يقول لك ليمون معصفر. ايوه. رغم ان انت بتقولي ارقام مش طبيعيه في سعره عالميا. ده حقيقي. صح ولا لا؟ ده صح. طيب ما تحكي لنا شويه على المحصول ده. القرطم او الزعفران بنسميه الصن فلاور، هو نفس عيلة الصن فلاور اللي هو دوار الشمس اللي ورانا ده، بس هي الزهرة بتاعته بتبقى من فوق. البتلات دي بتتجمع في خلال 30 يوم. حلو كده؟ بس خفيفة قوي، يعني الفدان يعمل قد ايه منها؟ الفدان بيصفي 150 كيلو. 150 كيلو؟ ده بعد ما تجف. يعني هي 300 كيلو ممكن حد يجيبها لنا توصل 150 كيلو. مش انت اخو كريم احمد؟ يلا باشا طاهر، وهتفضل طول عمرك طاهر يا صديقي، والله الارض دي مبروكه. هو ده هو ده. كملي بقى احكي لنا. بعد كده احنا ده بنحطه مع الليمون عشان يتعصف على الاسف. لكن هو كنز صح ولا لا؟ والحبوب بتاكلها، بياكلها الحمام والببغاوات. الببغاء ده كل علاقتنا بالعصفر او الزعفران الامريكي، ده بيتصدر بره ب $400 الكيلو. الورق الاخضر بتاع القرطم ده، تخيل ان هو ده قرطم، الورق الاخضر بتاعه دارك جرين، كل ما هو دارك جرين بيعمل علاقات الخلايا السرطانيه. يا سلام. بيطبخوه في الاقصر زي الملوخيه بالظبط، زي الملوخيه يتاكل. الفدان بيزرع العرق بتاعته في شهر 8 للاكل فقط لا غير. اخد البتلات، اخد الورق دي اسمها البتلات، دي البتلات. الورق ده 48,000 كيلو، لو قلنا في 10 جنيه مش هنقول 20 جنيه، 960,000 الورق بس. تعالوا بقى نقابل المزارع احمد الحفناوي بقريه بهواش في مركز منوف، وهو مزارع شاطر وملتزم وفاهم قيمة اتباع المعاملات الزراعية السليمة على إنتاجية المحصول وجودته. انت مزارع شاطر؟ الله يبارك لك سبحانه، وما شاء الله عليك بتحسب كل حاجة بالورقة والقلم بفضل الله. وحسبت لي حسبة، يعني انا شعري وقف ما شاء الله عليك. تمام. ربنا يبارك. انت حسبتها بالكبسولة؟ بالكبسولة. بالكبسولة بالجرام. ناس حتى تقول لك بالعود. حسبتها بالكبسولة. حاسبها بالورق والقلم ازاي؟ تمام. الغط طوله حوالي 180 متر. 180 متر. متر. تمام. المتر فيه 7 جور، كل جوره فيها عودين، اصبح المتر فيه 14 عود. لما تضربه في 180 هيديك 2520 نبات، لما تضربه في 20 تمام هيديك 50,000. بص، هي كل مصطبه عشان احنا حسبناها يا جماعه، احنا برضه 50,400 نبات. كل نبات يعني بالاحوط 80 كبسوله، ولكن هو يزيد. هو يزيد. هو يزيد. انت حسبت العود الفرع الرئيسي. الخط الوسطاني طبعا هو ضعيف عشان ما وصلوش كميه الميه بنسبه 100%، فبيكون من 45 ل 80 كبسوله. ما خفتش وانت بتشيله اخضر كده؟ لا، لان الكبسولات اكتملت وبدات انها تدي اللون البني بتاعها، لان ده نوع ديل الجمل. زاد بقى معانا القنبله اللي هي الشطه. استخدمته كم مره؟ وفي عمر كام في السمسم؟ في عمر كام؟ يعني مثلا بعد ما كان عمره 15 يوم. 15 يوم. في المرحله دي بيبدا كل الحشرات ودوده الحشد الاخرى بتيجي عليه. قمت انت تمام اديته ما شاء الله 48 ساعه ما لقيتش حاجه من دي خالص. لما يتقال لي ان احمد الحفناوي هينتج من 10 قراريط حوالي 10 ونص اردب. تمام. انت مصدق ده؟ حسابيا مصدق. تمام. ازاي؟ لما ضربنا النباتات كلها ادانا 50,400 نبات، لما تضربها في 80
بيديك رقم يعني كذا مليون. النبات فيه 80 كبسولة، لما بتقسمهم على الميزان بيديك قد ايه؟ 26 جرام. 3 كبسولات بيدوك ايه؟ بيدوك جرام. فانا حسبت ده كله في النباتات تمام، فاداني ما يعد 10 ردب. الوحش اللي قدام حضراتكم ده هو المزارع كريم الحفناوي، وهيكلمنا عن مكافحة حشرة الجسد، أخطر آفات السمسم، وإزاي تغلبوا عليها بعد ظهورها في السمسم. استخدموا الشطة. أخطر آفة بتهدد السمسم دايماً هي حشرة الجسد، صح ولا لا؟ شفناها، رصدناها، بدأنا نتحرك عليها، ولا المكافحة والوقاية بهذه القنبلة قضت عليها من البداية؟ واحنا كلمنا الدكتورة فقالت لنا عندكم حشرة الجسد، فقلنا لها احنا ما نعرفهاش. فرحت بعت لنا صورتها، خدنا الصورة ونزلنا فحصنا النبات كله، لقيناها موجود. تمام تمام. كان ايه الشواهد بتاعتها؟ هي بقى لها بيض على ظهر الورقة، على ظهرها من تحت حشرة، وفي بيض مرصوص على ظهر الورقة لونه احمر كده. صورناها وبعتناها للدكتور، قالت خلاص التركيب اللي انتم بتعملوها اللي هي الشطة والثوم والزيت، زودوا عليها بقى زيت الكتان كده، هتخنق البيض بتاع حشرة الجسك وتقضي عليها تمام. فما شاء الله زي ما انت شايف حضرتك كده مفيش اي اصابات. يعني دايما بتسبق الاحداث، ما بتستناش لما المرض يجي ونقعد نحاربه، لا هي بتدينا الوقاية. اجمل ما في تجربة زراعة السمسم اللي نفذتها الدكتورة سحر غزال انها حيوية في المقام الاول، وانها زودت الانتاجية 4 أضعاف على الاقل، وان الحصاد على 85 يوم مش 130 يوم، وان السمسم ما يعطش. اوعى تغلطوا الغلطة دي، هيدبل ويموت، واحنا محتاجينه وفلوسه تستاهل التعب. شاهدونا في حلقة السبت. الصح نعمل ايه؟ اجي في نص 4 التاني اروي ريه على الحامي بجيركن 1 نوفا بلس. احنا الفول الصويا بالزرع حرات، يعني اروي الارض وبعدها من 3 لـ5 أيام ازرع فول الصويا. عايز اقول لحضرتك اما بتدخل على اراضي زراعيه ما فيها صرف مغطى وبيتم انشاء صرف مغطى فيها، بتنهض بانتاج الزراعي من 20 لـ30%.